كابتن طارق محروس، مساء الخير. بخير يا كابتن خالد، اشكرك على المقدمه الجميله دي. ولا انا قدير ولا حاجه، انا الحمد لله عارف من عباد الله، الحمد لله رب العالمين. والله يا كابتن يعني بجد فرحانين معاك، فرحانين يعني بالشكل العام اللي الفرقه بتكسب منتخب السويد، منتخب ليه باع كبير جدا في بطولات العالم، 10 اهداف 32 22 اللهم لا حسد. لكن لازم نعرف ما شاء الله، ادينا الاحداث ودينا خلفيات. النهارده منتخب مصر اكيد في بطوله العالم، الناس بتتكلم عليه بشكل مختلف، وهو مع كابتن طارق محروس. كابتن طارق، يا ريت تقول لنا الوضع شكله ازاي. والله الحمد لله خالد، زي ما انت قلت كده، احنا باذن الله الحمد لله ربنا اكرمنا في القرعه وربنا كان موفقنا. بدانا القرعه بمباراتين، ماتش ايسلندا وثم ماتش نيجيريا، وجي كان الماتش الثالث ماتش السويد. هو مقياس لمدى الشغل اللي احنا بنشتغله. طبعا انت حضرتك عارف ان احنا رحنا السويد، كنا عاملين معسكر هناك، هم طلبوا ان هم عايزين يلعبونا، قلت لهم اهلا وسهلا، انت عايز تشوفنا مش مشكله. طبعا الحمد لله رحنا لعبناهم وكسبونا 9 تجوان. كسبوك هم 9 تجوان؟ 9 تجوان، ده الكلام ده من 10 ايام. بصراحه شديده كابتن طارق، اكيد كنت مريح الفرقه اكيد، اصل انا برضو عارف، احنا برضو انا وانت اصحاب، فعارفك يعني عايز تشوف الفرقه. اتفضل يا كابتن طارق. والله كابتن خالد هو عايز يشوفني، قلت له حاضر يا حبيبي انا وخليته يشوف اللي هو عايز يشوفه. شاف اللي هو عايز يشوفه فعلا، ما شاء الله عليك بصراحه. بس شاف والحمد لله ربنا كرمنا، لما جينا لعبنا كنا احنا درسنا كويس قوي، ونزلنا لعبنا الحمد لله بفضل ربنا، وربنا عطرنا وكسبنا فرق 10 تجوان. النهارده طبعا كان التركيز عالي على ماتش امبارح، الشباب كانوا مركزين، عملوا مجهود بدني وعصبي ونفسي جامد جدا. والحمد لله ربنا اكرمنا ودخلنا ماتش النهارده. انا عارف ان ماتش النهارده هيبقى فيه مشاكل، لان هم سرعه جدا، بيجروا كتير قوي لدرجه انت قاعد بره انت مش ملاحق، هم رايحين مش عايز تكشر على الفرقه معاهم، عمال تجي على الخط زيهم. كابتن طارق، ازاي من امبارح؟ انا للاسف امبارح حصل لي 3 اصابات جامده، وثلاث لعيبه مهمين. طمنا يا كابتن طارق. شهاب ودودو احمد الشام ومحسن، الثلاثه الاساسيين في الخط الخلفي اللي هم الثلاثه الاساسيين في ماتش امبارح. فاضطريت النهارده الصبح ان انا اعمل لهم تمرينات علاجيه وريكفري، وما استخدمتهمش كتير في المباراه. يعني احمد الشام ومحسن ما نزلوش الملعب، اللي نزل الملعب حوالي اخر 12 دقيقه كان شهاب، لانه كان يعني كان ممكن اقربهم باللعب. لكن المجموعه اللي موجوده انا عارف اخلي التنانيه في العمل، الحمد لله ربنا موفق ما شاء الله بصراحه. ان انا ما بمسك فرقه ما عنديش 7 لعيبه ولا عندي 10، انا لازم ال 14 او ال 16 الاتحاد الدولي كله يلعب، لازم كلهم يكونوا بيلعبوا. طبعا كابتن، الحمد لله الاولاد قدروا على قد المسؤوليه وكله قدر يلعب، وانا ما عنديش لعيب اساسي ولعيب احتياطي، فكله بيلعب والحمد لله ربنا كرمنا. فاضل لنا بقى مباراه فرنسا، وطبعا انا عندي مشكله حصلت دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ربنا يسهل. اللي حصل ان السويد كسبانه فرنسا في الدقيقه الاولانيه 5. كويس. لا لا قول لي، لازم قول لي بقى الترتيبه بقى، اللفه هتلف ازاي؟ كويس. انا مش عايز، انا مش انا عايز، انا تتمنى ايه يا طارق النهارده؟ السويد ولا فرنسا تكسب بصراحه؟ لا احنا نتمنى السويد تكسب طبعا. السويد اللي تكسب كتير. ما تكسبش كتير. ليه؟ لان لو ما كسبت، لو كسبت قليل، انا هروح العب فرنسا باذن الله. الماتش هيبقى انا عندي حافز ان انا ممكن اكسب، ممكن اتعادل. في نفس الوقت ان باذن الله حتى لو قدر الله لو حصل خساره تبقى خساره، وده بيديني دافع ان انا ابقى اول المجموعه. طارق بصراحة شايف ماتش فرنسا ازاي؟ وشايف فرقة فرنسا ازاي؟ احنا بنتكلم عربي، محدش عارف المواضيع دي، فبصراحة شديدة قول لي، فرقة فرنسا زي فرقة فرنسا اللي احنا عارفينها عنها ولا ايه بالظبط؟ بص يا خالد، اقول لك حاجة واحدة بس عشان تعرف فرقة فرنسا دي عاملة ازاي. أولاً الجهاز الفني 12 مدرب. كفاية كده. أربعة. احنا أربعة. هم 12. ده مبدئياً بس عشان تعرف الفرق، الحمد لله. هم أبطال العالم. صح. هم كانوا بطولة العالم بالناشئين، هم الفرقة دي هي بطولة العالم، بطلة عالم، هم تاني أوروبا، وفرقة تقيلة جدا. كل اللعيبة اللي موجودين فيهم ال 16 بيلعبوا في محترفين في الدوري الفرنسي، اللي يعتبر تاني أقوى دوري في العالم. لكن بإذن الله إحنا جاهزين، قادرين، إحنا جايين بإذن الله، بإذن الله ربنا يكرمنا على قد تعبنا، نقدر نعمل حاجة، ونقدر بإذن الله ربنا يقدرنا ونوصل لمراحل متقدمة. لان انا شايف، وده رايي مش رايي بس، راي جميع الخبراء، ان الجيل ده فيه على الاقل 5 6 يقدروا يخشوا الفريق الاول لمنتخب مصر،
اللي بيستعد لكاس العالم 2021، وهم على قد المسؤوليه وباذن الله نقدر نوصل لمرحله كويسه عشان ندي دفع للعيبه ان يعرفوا مدى اهميه ان مصر لازم تبقى في صفوف متقدمه لهذه الدوري. كابتن طارق اكيد اكيد احنا بنبارك لك واكيد بنقول لك شد حيلك، احنا معاك وقناه الاهلي معاك يوم بيوم لحظه بلحظه. انا عارف الاعلام المصري فعلا تقريبا متجاهل البطوله، لكن هنفضل معاك للاخر البطوله، وقول للاعبين كلنا وراكم ان شاء الله عشان تحققوا انجاز كبير جدا لمصر. كابتن طارق بنشكرك شكرا جزيلا كنت معانا النهارده. اكيد اكيد الاعلام المصري واكيد الفرقه اكيد اللعيبه، انا بقول لكم انا برده كنت لعيب وعارف اكيد اللعيبه.